شهدت منطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح وضع حجر أساس مجمع مدارس سما العلم، تعليم أساسي بنات وأجيال المستقبل من مرحلة حضانة إلى مرحلة ثانوي بنين. وتفقد وزير التربية والتعليم رضا حجازي برفقة محافظ مطروح خالد شعيب المدرسة المصرية اليابانية والفصول الدراسية التي تم إنشاؤها على أحدث مستوى، وأشاد بإنشاءات المدرسة اليابانية كصرح تعليمي جديد داخل محافظة مطروح. بنفتتح المدرسة المصرية اليابانية، وده واحد من الحاجات المميزة الحقيقة لمحافظة مطروح. والأمر الآخر هو وضع حجر أساس لمدرستين أجيال مستقبل وسما، ودي فيها أهم ما يميزها. طبعا أنتوا عارفين البنات لما بيبقاش لها مدرسة خاصة بيها ممكن يبقى واحد من عوامل التسرب، فإحنا الحمد لله بقى هيبقى في عندنا مدرسة للبنات خاصة بيها.